أنا جد سعيد بمشاركتي في هذا المهرجان، مع علاقتي بالموسيقى في لوحتي، بتشبثي بالموسيقيين والموسيقى والآلة والفرق العريقة والموسيقى الكلاسيكية. هذه كانت فرصة وزدت شبت بهذه الفرق اللي هي شتها واتهمت منها وعشت معها، وإن شاء الله باقي نعطي إنتاج من عند الأعمال إن شاء الله. العلاقة ما بين الموسيقى الكلاسيكية والفن التشكيلي علاقة قديمة، ماشي جديدة من منذ القدم. إننا ارتئينا هذه السنة على أنه، لأن السنة الأولى الدورة الأولى كنا درنا الدورة الأولى من معرض ربيع الفن، وهذه السنة درنا الدورة الثانية موازاة مع فعالية المهرجان الموسيقى الكلاسيكية. ارتئينا على أنه يكون المواضيع التي يناقشها الفن عموما تكون عندها علاقة بالموسيقى، وكما كتلاحظوا على أنه مجموعة من اللوحات توحي موسيقى هادئة لما لا نقول كلاسيكية. إذا كان الإنسان ما قبل التاريخ هو أول مبدعين، هو أول من استلهمنا منه فن اللوحة، فن التشكيل من خلال الحفريات والرموز والعلامات التي وجدت في الكهوف أو على الصخور المنحوتة، هذه التي أعتبرها أنا متاحف في الهواء الطلق، يستلهم منها الإنسان ويستوحي منها دلالات عميقة في الفن والتشكيل. فهذا في حد ذاته هو نقطة اتصال أو رابط عميق، اتصال مباشر بين اللوحة بين الرمز وبين الموسيقى. فمن خلال الآلات التي كان يستعمل هذا الإنسان ما قبل التاريخ للنحت على الصخور، ففعلا كانت تصدر أصوات، وربما قد استلهم من هذه العظام أو هذه الحجارة إيقاعات جيدة، فخلقت علاقة مباشرة بين الرمز في لوحتي وبين هذا الموقع الذي أتواجد فيه الآن.